تم تخطيط انشاء مجمع صانع انتاج الكوارتز على مساحه 66 فدان، ويحتوي المجمع على عدد 4 مصانع خط انتاج. مصنع التكسير الرئيسي تم انشاؤه على مساحه 12000 متر مربع، وتكون من الكسارة الرئيسية الطاقة الإنتاجية 140 ألف طن في العام، منطقة تخزين خام الكوارتز سعة 4000 طن، منطقة تخزين المنتج النهائي سعة 2000 طن. تم فندم إنشاء منشأ معدني على مساحة 50000 متر مربع، ويحتوي على عدد 3 مصانع وخط إنتاج، مصنع الطحن رقم 1 ومصنع الطحن رقم 2 بطاقة إنتاجية 140 ألف طن في العام، خط مصنع انتاج الواح الكوارتز بطاقه انتاجيه 438 الف متر مربع في العام، خط انتاج العينات للتسويق، منطقه المعامل ومراقبه الجوده، مكاتب اداريه لمراقبه الانتاج. تم فندم تنفيذ الاعمال المدنيه لاستيعاب عدد 3 خط اضافي. تم فندم انشاء منطقه اداريه ومسطحات خضراء بمساحه 120 الف متر مربع وتمثل 40% من اجمالي مساحه المشروع. تم فندم تأمين المجمع بتنفيذ شبكة إطفاء آلي وشبكة المراقبة بالكاميرات. تم فندم الاستعانة بعدد 5 مكتب استشاري لأعمال التصميمات والإشراف على التنفيذ. تم التنفيذ بإمكانيات 14 شركة وطنية. أي أوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا.